بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف إدريس، رئيس جمعية الصداقة لمتقاعدي الأمن الوطني فرع مكناس. الجمعية تأسست في 16/11/2015، فرع الجمعية تأسست في 16/11/2015، وكانت من الأعمال الأنشطة اللي نشطناها كتضم عدة أرامل. كتضم عندنا 169 أرملة و 112 متقاعد. قمنا بواحد عدة سميتو قدت عدة أنشطة، منها أولا تأسيس درنا واحد المجموعة ديال الشراكة مع الأطباء، باش يعاونوا يخصموا لنا من الثمن تاعهم. ثانيا درنا اتفاقية شراكة مع التعاون الوطني، والتعاون الوطني اللي خطط لي الأرامل وكلهم اسسوا كلهم صيفطوا من واحد المراكز باش يتكونوا للخياطه والطرز وجميع المسائل ديال العيالات. ثالثا ان درنا شراكه مع الشباب والرياضه اللي بالفضل ديالها دات لي الارامل والايتام للمخيمات بدون هذا. والجمعيه راه كتمشى بخير وعلى خير، وشكرا لكم حتى نتوما على المجهود اللي كتقوموا معنا بنا، لان حتى نتوما الناس اللي كتعاودوا كل شيء. الا ان كاين واحد التيفو لواحد الخطا، لان رئيس المجلس البلدي ديالنا ديال مكناس طلبت منه الدعم وصيفط لي بان كيقول لي بان الجمعيه كتنتمي الى قطاع اخر وحرمني من الجمعيه، رغم ان جميع التضحيه هاد المتقاعدين كاين اللي عنده 40 و30 عام و35 عام ديال السيرفيس اللي ضحاو من اجل هذا الوطن، ولكن المشكل تاع رئيس المجلس البلدي ما تذوقهاش وما سرطاش وما بغاش يشوف ذا اللي تنتمي الى قطاع اخر. وشكرا لكم.